اخي من بحدانا يمن يا رب، نحب نسألوا سؤال، وخاصة مدرب المنتخب. اليوم نلعب ضد جزر القمر، معناتها حاجة نجم نربحوها وني فابوري، لكن لو فرضنا ماتش ديسيزيف وماتش اللي يلزمنا نربحوه ونكونوا حاضرين 100% باش نجموا نمشيو للكاليفيكاسيون، هل تؤمن بمدرب منتخب في 3 أيام ينجم يعمل لك فورماسيون وتولي كومبيتيتيف الملاعبين كل مع بعضها والهوموجينيتي تتخلق بسرعه؟ لا امبوسيبل، مستحيل. لا الربع، لا لا يا اخي سامعني، شنو تغير؟ حاجه بركه، حاجه بركه شويه، بركه شوي. كي هو عنده فكره حلوه، نحب نكمل، نحب نكمل، خليك كمل. انا جو كو لا فورماسيون نحكيو، احنا نعطيو في راي، والكلمه الاولى والاخيره ترجع لسي فوزي، لكن انا نحب نفهم، يظهر لي ما لعبوش برشا مع بعضهم. فرجاني ساسي وحنا بعد راو فما كومبليمونتاريتي، لعبوا مقابلات، ما لعبوش برشا، لعبوا في الكوبا لاب بعضهم برشا، في الكوبا لاب لعبوا برشا مع بعضهم. حاجة أخرى نقولك عليها، رو المدرب قد يكون سواء فوزي البنزرتي سواء علي الكعبي سواء سي مروان، رو ينجم يكون مقتنع أو غير مقتنع في الطريقة اللي باش يلعب بيها بلعب، ينجم يكون يقولك المجبري بار اكزامبل في الوضع هذا ما نجمش نلعبه. عليش. فما ما نحكي لك بصفة عامة، راهو مش على الماتش هذا. نحكي لك بصفة عامة، باش معناتها الناس تفهم، راهو المدرب ما يهبط فورماسيون لما يبدا يعاود فيها يولي حتى يتكلم وحده كي مهبول، يولي باش معناتها ينجح، معناتها ما ثماش مدرب يحب يظلم لاعب. سيدي ذا فما ماتشوات نتاع المجب اللي نحب نلعبه، فما ماتشوات نتاع بار اكزومبل فرجاني ساسي. جاوب سيدي ذا شوية معاك مسير، شغل نتفاعلوا معاك، اغزل سيدي ذا، ثم حاجة نتفاهموا فيها ساعة وديبار. شنو هي مدرب سيليكسيونير باش يجيب لك جوارات دي ميور دي حاضرين؟ فوالا حاجه الاخرى، لونترينور الهير باش يحسن الفون دو جو، يكون ثم استقرار في الفورماسيون اللي تمشي مع افكاره. كي شاف توا سي سام، شاف سي زلفاني يلقى 7-8 موجودين في الفورماسيون القديمه، لكن لونترينور هو جديد. سامحني، لونترينور هو جديد بعقليه اخرى. عاد خلينا نكمل لك سيدي ذا، نكمل لك. هو جاي لويه، جاي باش يعمل لك جروب حاضر ويجيب الفيكتوار. تقول لي الوقت والفون دو جو والفرجه، تو يجيب الوقت تحسن الامور. اما تو لي بيرفورمانس، حاجته بالبيرفورمانس اللي هي الربح. سيدي علي، لاحظت بلي حاجه انت ليكيب ناسيونال تو نحكيو الناس الكل من منظر الكبير، الجلال القادري، المنتصر الوحيشي، فوزي البنزرتي، الكل هي بيدها نفس الفورماسيون. انا بيدي كي نمشي في كيب ناسيونال نفس الجوارات باش تختار. ما عندكش ملوان برشا شواء، نعطيك شواء مثلا هاكي تحبوا تحكيوا على الشواء. يشوف انت تقول لي في 3 أيام في 4 أيام اللي عملوا جلال القادري واللي عملوا المنظر المبارك المنظر الكبير، وكي جا فوز البنزرتي هي بيت ما لين حد شيء يتبدل في الكيب ناسيونال. حسني مبارك كل شيء وانا لا بروف، وانا لا بروف في الكيب ناسيونال. حسني مبارك توفى كي نحنا قعدنا هاو نحينا ذا نحينا ذا كل مره جايبين مرتين هذوما والريزلت قالوا سمعنا سمعنا الكيب ناسيونال هذاك اش عندنا. هاو نعطيك انا بريكسون شنو عندنا، شنو اللي تقول لي عنه؟ كيب ناسيونال من 2014 نفس الاسامي، كل واحد ماخذ يبرز شي واحد اليوم في الشوبيونا شويه يجيبوه خذت خاطر. وشوف انت عاون نعطيك بار اكزومبل اتقام، والناس كل تحكي على اتقام في الاسبيرونس، لعبش دقيقه في الكيب ناسيونال، يجيبوا فيهم ما خذت خاطر، والبلايص موجوده معروفين. تقول لي فوزي البنزرتي شفنا، ولا تقول لي جلال القادري، ولا تقول لي شفنا خذ كله كذب. راهو هذا راهو خلينا نجاوب. شفنا خضراوي يلعب بالستاجي اللي فات مقابلة اللي فات، شفنا بلال الماجري يلعب، علاش شفت تقارب الذات؟ انت خاطر بلال الماجري خويا كي يرجع لك يجي كلمك يرجع لي اسمه. شفنا بوشنيب يلعب، شفنا ميش يلعب، هذوما جبت في المنتخب. اسلام يا اسلام، ريت هذه التركيبه نتاع ليكيب ناسيونال تحب توا كان حضر كشريدة هي بيدها حسبها من 2016 وانت ماشي كشريدة على اليمين، الطالبي في الوسط مريح، كان علي معلول تاو العابدي تاو بيرس الصخيري ودراشكون في الوسط هي بيت الفرجاني يوسف المساكني إيه نفس التركيبه. احسن حاجه الاستقرار، عندنا 6 سنين عندنا 6 سنين نفس الوجوه، تعبنا يا خويا تعبنا. باهيش زاد اي ما عندكش اعطيني بديل. انت كنت تحكي عملنا كان خايب، عملنا كوب دو موند خايب، عندنا دراشكون هي ديما نفس الاسامي،
ما لابس الفورماسيون. شنو جديد اللي عملتوه في المنتخب؟ اعطيني بديل. بديل هاو نعطيك. اعطيني. فاليري شبيه ما يلعبش. سامحني غرام حط الطالبي العابدي حط بالرمضان نحيلي شكون تحب انت صغيري. حتى شكون عاش شو اسمه كيف في كوبنهاجن نفس الاسامي هذوما قاعدين يلعبوا مش نفس الاسامي هذوما فورماسيون جديده نفس ما لعبش لا هما هذوما مش قاعدين ياخذوا طون جو هي بيدر فورماسيون ديما نلقاو مريح ديما نلقاو طالبي يا اخي مريح ما خذا فونت كاس البلاصه هذيك اي وينو غرام وينو مفلان وفلتان يا اخي نتاعهم ليكيب ناسيونال شنو الحاجه ما تعبنا منهم الاسامي يصليوا عني بيكم مالها فوزي البنزرتي هاو فلان هاو فلان فلتان وهي بيد اعطيني شدي كيما سينال كي تحبوا تعملوا على ذوك تنعاودوها فوزي فوزي ما نجحناش في الكان ما نجحناش في الكوبدومود بشكون بشوارتين ربي يسمعني كي نسالك ما نساش احكي ما نسمعني كي نسالك قلت لك فوزي بنزرتي جامل شكون يا دي لاش جامل يا دي بدل لي هاو الحكي تحب انت قوه شخصيه تاع مدرب ينحيل هذوما ما نجحناش بهم على ست سنين عاود نعطيهم مره اخرى شونس يا اخي فرجاني سيزي من 2014 يلعب في الواحد اعطي وينو الحاج محمود بتاع لوكانو اعطينا سامي خويا خلي وليد صغار دي تحبوا تاخذوا بلاي صغيركم في الكيم ناسيونال بعد تقول لي فوزي بنزرتي تي توا هذا كلام وين جديد عمليه في المنتخب ياكم تحكيو لا كان ترشا علاش قلت لك ضحي بير كان دائما نمشي بير كان لاسي جوارد صغار هذا كلام طلع. مش منطقي بالكل يا شباب كلام منطقي كل واحد ما كنتوا ما تحبوش هاكم شديتونا وفلان شوف دون سان سونس خويا اسلام خلينا نرجع النقطه هذه مسالش نحكيو فيها خاطر تري زامبورتون اللي يقول فيه هو ينفعل شوي صحيح لكن اما في اللب اللب الموضوع شويه خلينا نحكيو معاك ثم حاجات اسمعني يا عش ولدي ثم كلامه في نسبة مع مئوية معينة عنده الحق لازم إكليبر بين الجدد والقدم سمعني قلت أنا بعد كوب دي مونش قلت قبليك نفس الكلام هو يعاود فيه لكن قلت وأنا بعقلية برزان هو بتنفس يتخمر شوي لا لا حقه يقول لك أنا ماذا بين الروضة روح جديدة والروح جديدة بدأ فيها جلال وبعدك كيمشي هو تقصت الحكاية كلامه منطقي كيف علاش فما هاو فما فينه هاني سميتهم لك تيك عبيت مميش بوش نيبة إيه علي إيه يوسف هاو من عبيه جدد هما إيه كل ما... الماجري خضراوي هو ماذا بيه أكثر إيش بيه ماذا بينا عرعار تو علي معلول انتهى ربي إيش فيه وإن شاء الله يرجع من بايلع في جمعيته بيه سمعني شفناه مع الجنيور ما شاء الله عليه عرعار عرعار تو يكون موجود وينجم يلعب تيتولير في في الكيب ناسيونال مش عارف تقول في جمعيته تو هكا سي عليه نحكي لك انا انت احكي لي احكي لي كلام منطقي شويه لازم نقبلوا جد لكن حط ريبلاسون انا بتاع بارما جاي تو مع حاج محمود انس شفته كي تخلي شنو اللي عمل بدا ياخذ في وقت في جمعيته ما هو بدا ياخذ في وقته نحطوه هذا هذا دي فالور سير شو شان فين نحضروا فيه نحن في الكيب ناسيونال جونيور ودخلناه حتى في الكيبا نتاع برايتون شو شان وينو جبريل وينو وينو تاع وين ما عادش برايتون خدمناه نحن في النخبه سي سلام عاش خلدي خدمناهم لوش نخدموا في النخبه بربي ونحضروا فيهم الجونيور والكادي نحضروا فيهم لشكون مول الكيب سينيور جمعياتهم ما يلعبوهمش ما يعطيهمش طون دو جو نلعبوهم في المنتخب هكا لا نحكي لك على تونس زادة حتى في تونس هاو سيدي علي خدم في ليكيب ناسيونال وينهم جواريتك هذوما ما فماش حتى واحد يستحق يكون موجود موجودين صحيح هذا اللي نحكي فيه هنا نعملوا جريلاسيا اخرى نمشيو فاصل قصير موسيقى وبعد نكمل نحكيو في بقيه المواضيع في الحصه نتاعنا اليوم